شوف اخت ماريا، هو المقارنه ما كاينش لا مجال للمقارنه بين الجيل ديالنا وبين الجيل الان، لانه اولا نحنا تربينا كما كنقولوا في الحياء، يعني تربينا في ماشي كنقولوا بان احنا لا كان عندنا الحياء هما ما عندهمش، حتى هما تبارك الله راه هناك شباب وهناك اللي عندهم يعني اجازات، عندنا كفاءات في الفن، ولكن ما يمكنش يتقارن ابدا بالجيل السابق، لان الجيل السابق سواء فنيا سواء اخلاقيا سواء حتى الاضواء تيقلبوا عليه، حنا كنقلبوا الاضواء على الاضواء من خلال الناس اللي قبل منا. كنا يعني كنت كنفرحوا باش اننا كنقدموا شيء جميل وتتعيط لك استاذه كنعيم سميح، كعزه جلال، كسمير بن سعيد، كغيث بن عبد، يعني اسماء كان الله يرحمها رجاء، الاخت حياه، كنا من بعضنا فرحانين بالجديد ديال الاخر، وكنردوا يعني الاغاني ديال بعض، وانا كنت اصغرهم سنا، يعني بالنسبه لهذا الجيل اللي فات انا اصغرهم سنا، وكنت دائما كنلقى الترحيب، ولا يمكن ولا يعقل انه فنان يسب فنان او فنان يتكلم على الانسان الاخر فنان اخر بهذا. فطبعا كنقول الله يهديهم، الله يهديهم، لانه ما يمكنش، لان شوف اعطاك الله واحد، اعطاك الله واحد الحاجه انك تعرفتي، فمن خلال الشهره ديالك انت خصك توصل هذه الرساله، هي الرساله وانك تكون قدوه للشباب سواء في الفن او من غير الفن. ولكن للاسف يعني كنشوفوا اشياء ما بغيناهاش تكون، الله يهديهم، وكنتمناو انهم يراجعوا نفسهم، يعني يراجعوا نفسهم بالرجوع للوراء. الرجوع للوراء هو انك تشوف اللي ما قبل منك، انما احنا بالعكس ابدا لحد الساعه باقيين كنشوفوا بعضنا ونسولوا على بعضنا ونباركوا الاعياد لبعضنا، والافراح كنجمعنا، الاحزان كتجمعنا، لكن عاود ما نساوش بان حتى لي ريزو سوسيو عاونوا هاد الاتجاه هذا السلبي في ماشي في الاغنيه فقط وانما حتى في الاخلاق. فاللي كنتمنوا انا ويكون عندهم اخلاق طيبه، والفن ماشي صوت، الفن ماشي صوره، الفن اخلاق، الفن اخلاق سواء في التعامل سواء في الانتاج يكون جميل، سواء في الكلمه الطيبه، سواء راه كل واحد وجمهوره، يعني كل واحد وجمهوره. ثانيا انا كنطلب طلب الجمهور، يعني بعض الاحيان الجمهور كيخلق الخلافات، يعني جمهور فلان كيسب جمهور فلانه او فلانه يعني وكيوقع داك الاحتكاك، فحتى الجمهور تيلعب، لان ما تنساش بان جمهور لطيفه ما غاديش يقدر شي حد يجي يسب لطيفه فغيدور فيه جمهور لطيفه، وكذلك جمهور فلان او فلانه. ف شويه كما كنقولوا في المغرب شويه من الليدام شويه من القامه. فكنتمنى ان هاد الاشياء ما تكونش في ميداننا الفني بالاخص المغرب.